طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بقى يا شباب، النهارده هناخد جزء النيوكليوس، تمام؟ اللي هو جزء النواه. انا عارف ان مش كل الناس سامعه الفيديوهات، فانا همشي معاك بالراحه. الاول ال 3 دي اللي قدامك ده اللي هستخدمه قدامك دلوقتي عشان اخليك تتخيل. عايزك تتخيل الاول، وبعد ما تتخيل هبدا اشرح لك بالتفصيل، تمام؟ ركز بقى معايا. بصوا يا شباب، ادي شكل الخليه لما اجي افتحها. ده شكل الخليه قدامي اهو. حلو كده؟ ده شكل الخليه. الخليه لها ايه؟ لها غشاء خارجي اسمه سيل ميمبرين، اللي شرحناه في الفيديو الاولاني بالتفصيل، صح كده؟ تمام. وليها السيتوبلازم. السيتوبلازم اللي بيحتوي على العضيات ايه؟ بتاعت الخليه. عضيات الخليه تصغير كلمه عضو، زي ما جسمك كده فيه اعضاء، الخليه برضه فيها ايه؟ عضيات، تصغير عضو يعني، تمام؟ برضه مش هتكلم عنها، انا هركز على ده. شايفين دي مين؟ دي النواه. دي النواه بتاعت ايه؟ الخليه. نواة الخلية اسمها ايه؟ نيوكليوس. اسمها تاني؟ نيوكليوس. ركز بقى، النواة اللي قدامك بتتكون من أربع مكونات. من كم مادة؟ أربع مكونات. أول مكون هو الغشاء الخارجي. هو ايه؟ اللي بنسميه غشاء النواة أو نيوكليار ميمبرين. اسمه تاني؟ نيوكليار ميمبرين. صعبة دي ولا سهلة؟ نفهم مشكلة؟ تمام. لو جيت زومت كده هتلاقيه محبب من بره، عليه حبوب كده، صح؟ محبب. خلاها في جيبك دلوقتي. طيب المكون الثاني ايه؟ هو المكون الثاني، ركز في اللي جاي. ايه يا دكتور هو المكون الثاني؟ قال لك المكون الثاني هو الماده الصبغيه، الماده الوراثيه. لكن هنا بقى بنسميها الكروماتين، اللي بيتعمل منها الكروموسومات. حلو كده؟ يبقى اول حاجه نيوكليار ميمبرين، ثاني حاجه ايه؟ كروماتين. صعب الكلام ده؟ طيب رقم ثلاثه عندك بعد كده، ركز في اللي جاي ده، النويه. ما هي النواة من جوه فيها ايه؟ فيها نوية. النوية يعني ايه؟ يعني ايه كلمة نوية؟ يعني نيوكليولس، تصغير كلمة نيوكليوس. بتدلع بقى، حلو؟ زي نظام دلع كده. نيوكليوس تصغيرها كلمة ايه؟ نيوكليولس. اسمها تاني؟ نيوكليولس. صعب الكلام ده؟ طيب آخر حاجة بقى هو الأرضية بتاعت النواة دي. شايفين الأرضية دي؟ دي بقى بنسميها ايه يا دكتور؟ قال لك بنسميها نيوكليو بلازم. مش ده اسمه سيتوبلازم اللي بره؟ سيتو يعني خليه. دي اسمها بقى ايه؟ نيوكليو بلازم او نيوكليار ماتريكس. اسمها تاني؟ نيوكليو بلازم او نيوكليار ايه؟ ماتريكس. صعب الكلام ده؟ حد عنده اي مشكله؟ تمام؟ لحد دلوقتي والله يا دكتور انا شايف ان الدنيا حلوه والدنيا لذيذه وانا ماشي معاك تمام. طيب يبقى اذا عايز حد شاطر يقول لي مكونات الخليه، ركز كده معايا، قصدي مكونات النواه. اول حاجه ده اسمه ايه؟ لا مش سامع. اسمه ايه؟ نيوكليار ميمبرين. اسمه تاني؟ نيوكليار ميمبرين. برافو عليكم. طيب لو شاورت على دي ماده الايه؟ لا مش سامع. اسمها ماده الايه؟ الله يرضى عليكم. طب دي اسمها ايه؟ نيوكليولس. اسمها تاني؟ طب ودي اسمها ايه؟ نيوكليار ماتريكس. اسمها تاني؟ نيوكليار ماتريكس او نيوكليوبلازم او نيوكليار ساب، بيلعب بالاسامي. نيوكليوبلازم او نيوكليار ايه؟ او نيوكليار ساب. صعب الكلام ده؟ حد عنده مشكله؟ طيب كلام جميل لحد دلوقتي. انا يا دكتور ما عنديش مشكله، انا الدنيا حلوه ولذيذه. تعال بقى نخش مع بعض كده بالداتا. انا بحب دايما اخلي الدكاتره معانا في طنطا، الدكاتره اللي معانا في السلام يبقوا معانا دماغهم عليه. بحبش الناس تبقى دماغها ايه؟ انا بحفظ او بقرا وبحفظ وخلاص. انا بحب دماغي تبقى عليه. فركز بقى في اللي جاي. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. بسم الله. تعالى بقى مع بعض هنا شويه اهو. تعالى بقى يلا بينا مع بعض نبتدي بقى نتكلم عن النيوكليوس. يلا بينا مع بعض نتكلم عن النيوكليوس. بصوا يا دكاترة معايا، أول حاجة عادة ما بيكون شكل النيوكليوس سفيريكال. يعني سفيريكال؟
يعني مدوره. عاده ما بيكون شكل النيوكليس سبيريكال. ثانيه واحده هجيب بس حاجه من بره. بصوا يا شباب، عاده ما بيكون شكل النواه دائري. ازاي يعني؟ بص، ده شكل النيوكليس اللي احنا متعودين عليه. عاده ما بيكون شكلها ايه؟ سبيريكال. كلمه سبيريكال يعني كرويه الشكل، دائريه. ولكن ده لا يمنع ابدا انك بالمناسبه ممكن تلاقي النواه بتاعتك طويله كده، elongated يعني طويله. لا، ممكن على فكره برضو تلاقيها فلات. سوري دي elongated طويله، دي فلات. فلات يعني مبططه تماما، elongated يعني طويله شويه كده. شايفين؟ طيب ممكن الاقيها باي لوب. عارفين يعني ايه كلمه باي لوب؟ باي لوب يعني فيها فصين، لوب يعني فص. فبص هنا كده، النواه دي قدامك كام فص قدامك؟ اثنين، صح؟ تعال بص هنا في الصوره دي، اهي فصين اهي، صح؟ دي برضو ايه؟ فصين هنا. انما دي اكتر من ايه؟ من فصين، ثلاثه اربعه خمس، صح؟ فقال لك يبقى النيوكليس عاده بيكون دائري سفيريكال، تمام؟ حلو. ولكن ممكن تبقى الونجيتد مطوله، ممكن تبقى اوفل بيضاويه، ممكن تبقى فلات يعني ايه؟ يعني مبططه تماما او مسطحه. وممكن بالمناسبه تبقى ايه؟ تبقى لوبيوليتد. كلمه لوبيوليتد يعني ايه؟ مفصصه. تعالى بقى في اللي جاي. اللي جاي ده مهم قوي. اغلب الخلايا عندها نواه واحده. اغلب الخلايا عندها ايه؟ نواه واحده، اللي هي سنجل ايه؟ نيوكليس. ولكن في خلايا زي الهيباتوسايت. كلمه هيباتوسايت يعني خلايا الكبد. هيباتوسايت يعني خلايا ايه؟ الكبد. بيكون كل خليه فيها نواتين. فيها كام نواه؟ يبقى مين اللي هم الباي نيوكليتد؟ الهيباتوسايت. وعلى فكره وممكن كمان الكاردياك مصر، عارفين عضله القلب؟ خلاياها برضو بيكون فيها كام نواه؟ اثنين. طيب في مالتي نيوكليتد، عارفين يعني كلمه مالتي؟ يعني اكتر من ايه؟ من نواه. شبه مين يا معلم؟ قال لك شبه السكيليتال مصل. السكيليتال مصل هي العضلات الهيكليه دي. في فرق ما بين العضله دي، ما بين عضله القلب، ما بين العضلات الملساء اللي بتعملك الاعضاء جوه. انا في جسمي عندي كام نوع من العضلات؟ ثلاث عضلات. الكلام ده ان شاء الله هنبقى نشرحه بعد كده بالتفصيل في الاناتومي، تمام؟ يبقى اذا دي اسمها عضلات سكيليتال هيكليه، لانها ماسكه فين؟ في السكيليتون، في العظم. وبالتالي يبقى السكيليتال مصل يوني نيوكليتد ولا باي نيوكليتد ولا مالتي نيوكليتد؟ مالتي نيوكليتد. صعب الكلام ده؟ منها برضو الخلايا الاكل العظم اسمها اوستيوكلاست، ولكن ركز لي اكتر على السكيليتال ايه؟ على السكيليتال مصل. صعب الكلام ده؟ طيب ده من حيث العدد. طب ايه وظيفه النواه؟ قال لك وظيفه النواه هي اللي بتحتوي على الماده الصبغيه او الماده الوراثيه ليك اللي هي الدي ان اي. تاني، وظيفتها ان هي بتحتوي عليه على الماده الصبغيه او الماده الوراثيه بتاعتك اللي هي ايه؟ الدي ان اي. صعب الكلام ده؟ حد عنده اي مشكله؟ وبالتالي هي المخ بتاعك هي اللي بتصنع فيها الدي ان اي، ويتصنع منها الار ان اي. عارف الار ان اي؟ الدي ان اي شريط مزدوج، انما الار شريط واحد مفرد، صح كده؟ كلام جميل. طيب لما اجي ابص عليها تحت الميكروسكوب دايما النواه بتبان بيزوفيليك. يعني ايه كلمه بيزوفيليك؟ يعني بتبان زرقاء. بص يا اولاد، اللايت ميكروسكوب بستخدم فيه صبغه، والصبغه اما تكون حمراء اسيدوفيليك واما تكون زرقاء بيزوفيليك، ماشي؟ الحمراء دي حمضيه والزرقاء دي قاعديه. صعب الكلام ده؟ حلو. اللي بيحصل في الصبغه تفاعل ازاي؟ القاعده لو لقت حمض تتفاعل معاه، والحمض لو لقى قاعده يتفاعل ايه؟ معاها، ماشي؟ فانا لو هصبغ مثلا بماده حمضيه، هل الماده الحمضيه دي هتدور على حاجه حمضيه وتتفاعل معاها، ولا حاجه قاعديه وتتفاعل معاها؟ الله يرضى عليكم. طب انا مثلا لو هصبغ بماده قاعديه يبقى هتصبغ الحاجه الايه؟ الحمضيه، صح؟ طيب انا لسه قايل لك من شويه ان النواه فيها الدي ان ايه. هو الدي ان ايه ده حمض ولا قاعده؟ حمض، مش اسمه الحمض النووي؟ فيقوم يتصبغ بالايه؟ بالقاعد اللي هي لونها ايه؟ ازرق، فيقوم يبان لونه ايه؟ بيزوفيليك، صح كده؟ طب ايه هي اجزاء النواه بقى؟ قال لك اربع حاجات. النيوكليير انفلوب او النيوكليير ميمبرين، غشاء النواه. تاني حاجه الكروماتين، الكروماتين هو الماده الصبغيه. تالت حاجه النيوكليولس اللي هي النويه. رابع حاجه الايه؟ النيوكليوبلازم او النيوكليير ماتريكس. صعبه؟ في اي مشكله لحد دلوقتي؟ سهله الدنيا ولا لذيذه؟ تمام؟ بص هنا، خليه فيها كام نواه قدامك؟ اثنين، ادي الهيباتوسايت اهي. طب ادي السكيليتال مصل، دي خلايا ايه؟ عضلات الهيكليه. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، يا اللهم صل على النبي، كتير، صح؟ حلو قوي. طيب لحد دلوقتي في اي مشكله؟ تمام؟ تمام، كلام جميل جدا. طيب لا ثواني برجع ورا، ماشي. ركز بقى معايا، من اول هنا، من اول هنا يا شباب، من اول هنا انا جاي اقفل الداتا خالص.
انا هقفل الداتا خالص واستخدم بقى الايه القلم والسبوره بقى. انسان انت كده بقى الداتا خالص، تعالى بقى مع بعض كده بالقلم والايه والسبوره. ركز بقى في الايه. بص يا دكتور، ادي الخليه بتاعتي، في مشكله لحد دلوقتي؟ ماشي. وادي النواه جوه الخليه بتاعتي. النواه بتتحوط بغشاء اسمه ايه؟ نيوكليير انفلوب او نيوكليير ميمبرين. لما جيت ابص على الغشاء ده تحت الميكروسكوب اكتشفت ان الغشاء ده مش واحد، دول اتنين، واحد خارجي واحد داخلي. الله يرضى عليك. تاني، واحد خارجي وواحد داخلي. يبقى اذا خلينا ارسمها لك بقى رسمه مظبوطه. بص معايا هنا كده، بص معايا هنا كده، ادي النيوكليوس بتاعتي بتتكون بيحوطها كام غشاء؟ اتنين. الله يرضى عليك. غشاء خارجي وغشاء ايه؟ داخلي. يبقى اذا قال لك ايه؟ ان النيوكليوس بتتحوط بتو ميمبرين، اوتر نيوكليير ميمبرين وانر ايه؟ نيوكليير ميمبرين. يبقى هنا عندي اهو اوتر نيوكليير ميمبرين وانر ايه؟ وانر نيوكليير ميمبرين. صعب الكلام ده؟ حد عنده مشكله؟ ما بين الاثنين في سبيس في النص هنا يا دكتور اهو، صح؟ السبيس ده اسمه ايه؟ قال لك اسمه بيري نيوكليير سبيس. اسمه تاني؟ بيري نيوكليير سبيس. يبقى النواه بتتحوط بكام غشاء؟ اثنين، اوتر نيوكليير ميمبرين وانر نيوكليير ميمبرين. حلو كده؟ تمام. ما بينهم سبيس اسمه ايه؟ بيري نيوكليير سبيس. صعبه كده؟ حلوات الدنيا. حلو، ركز بقى في اللي جاي. لما ركزت يا دكاتره لقيت ان الاوتر نيوكليير ميمبرين عليه نقط زرقاء من بره. النقط الزرقاء دي كنا بنسميها ريبوسومات. الايه؟ الريبوسومز. يبقى عليه نقط زرقاء من بره اسمها ايه؟ ريبوسومز. الريبوسومز دي عباره عن احماض وظيفتها انها بتكون البروتينات. حلو كده؟ ولانها احماض فبتتصبغ باللون الايه؟ الازرق. صعب الكلام ده؟ حلو قوي. فقال لك اكس في اللي جاي بالله عليك. الاوتر ميمبرين بيبقى ايه اللي موجود عليه؟ ريبوسومز. فبيقول لك ان هو استادد وذ ريبوزومز. يعني ايه كلمه استادد؟ يعني مرصع. فاكر لما وريته لك من شويه في 3 دي قلت لك محبب عليه حبوب كده واضحه؟ اهي دي اسمها ايه؟ ريبوزوم. صعب الكلام ده؟ طب الريبوزومز دي يا دكتور اللي سمع الفيديو الثاني عارف ان الريبوزومز من ضمن الاورجانيلز اللي بتصنع البروتين جوه الخليه. كلمه اورجانيل يعني عضيه شبه عضو كده، تمام؟ وان في منها الريبوزومز الحره اللي موجوده في الخليه، وفي منها اللي موجوده على شبكه اندوبلازميه. الشبكه الاندوبلازميه ديت لما يكون عليها ريبوزومات بالشكل ده لما تيجي تمسكها هتحسها ناعمه ولا خشنه؟ ناعمه كده ولا خشنه؟ خشنه، صح؟ فقال لك هنسميها الشبكه الاندوبلازميه الخشنه، رف اندوبلازميك ريتيكولم. ولان الاسم طويل قال لك ما نختصرها ار اي ار، هنسميها ايه؟ ار اي ار. صعب الكلام ده؟ فقال لك بقى ايه؟ الاوتر ميمبرين عليه ريبوزوم، حلو، وبيكون متوصل بالار اي ار. وصلت لك؟ ليه؟ عشان بينقلوا الريبوزومات ليه؟ لبعض. عايز تعرف اكتر ليه؟ الريبوزومات دي اصلا تتصنع جوه النواه، وبعدين تطلع على ظهر النواه من بره، وبعدين تتنقل من النواه لايه؟ للار اي ار عشان تصنع بقى بروتين جوه الخليه. وصلت لك كده؟ تمام؟ تمام؟ حد عنده مشكله؟ يبقى اذا النيوكليير ميمبرين عباره عن اثنين ميمبرين، اوتر ميمبرين وانر ايه؟ ميمبرين. هلا لسه مدخلين. هستدرش. انت عندي اوتر ميمبرين وانر ايه؟ وانر ميمبرين. ما بينهم سبيس اسمه ايه؟ بيري نيوكليير سبيس. صعب الكلام ده كده؟ حد عنده مشكله؟ الاوتر ميمبرين محطوط عليه ايه؟
ريبوزومات صح، وبيكون كونتينوس مع مين؟ مع الار اي ار. طب الانر ميمبرين لما بصيت عليه من جوه لقيت عليه الماده الصبغيه اللي بنسميها الكروماتين، لقيت عليه تاني الماده الصبغيه اللي بنسميها ايه؟ كروماتين. الله يرضى عليك. صعب الكلام ده؟ حد عنده مشكله؟ الكلام ده كله انا بشوفه بالالكترون ميكروسكوب، مش بشوفه باللايت مايكروسكوب. ليه بقى؟ لان اللايت مايكروسكوب ما يقدرش يبص جوه الخليه. في اول فيديو انا شرحته قلت لك انت عندك 2 ميكروسكوب حسب فلوسك، لو انت فقير هتشتغل باللايت ميكروسكوب، لو انت غني هتشتغل بايه؟ بالالكترون ميكروسكوب. اللايت ميكروسكوب اخره يجيب لك شكل الخليه من بره او لونها، انما الالكترون مايكروسكوب بيعمل ايه؟ قال لك ده بيجيب لك كل اللي جوه الخليه. تمام كده؟ لا نسيت والله. اي شحن عادي يعني، في بره شحن كتير. اي شحن عادي. لا خلاص تمام. حلو كده؟ حد عنده اي مشكله؟ طب لحد دلوقتي الدنيا حلوه ولا يزيدها مش اي مشكله. ركز بقى معايا، لو جيت نبص عليه من بعيد، ركز بقى معايا، سمك النيوكليار ميمبرين دولت، مش عندي 2 نيوكليار ميمبرين، كل واحد منهم تركيبه مشابه تماما للسيل ميمبرين. فاكرين تركيب السيل ميمبرين اللي هو 3 خطوط تراي لامينر؟ لما تسمع اول فيديو هتفهم. تمام، تراي لامينر ابييرنس، كلهم شبههم. المهم لما اجي من بعيد، ركز معايا، تخيل ان انت معاك ميمبرين خط عامل كده وخط تاني جنبيه عامل كده، ماشي؟ ركز بقى في اللي جاي ده، وتخيل عليه ريبوزومات، ركز كده شايف الريبوزومات، ومن هنا الكروماتين اهو. انت من بعيد شايف لون ايه؟ شايف ازرق ولا شايف اسود؟ ازرق صح. فبيقول لك ان الايه، ان النيوكليير ميمبرين بيبان من بعيد على هيئه دارك بلو لاين، لون ازرق. ليه؟ هو الميمبرين نفسه مش بيبان، لكن بيبان بسبب مين؟ الريبوزومات والكروماتين. ما هو ماشيين على نفس الايه، الكيرف بتاعه. هو رفيع جدا بايه، ما بيبانش، انما مين اللي بيبان؟ الريبوزوم والكروماتين. الريبوزوم مش لونه ازرق والكروماتين مش لونه ايه؟ ازرق. فيقوم من بعيد يبلغ خط ازرق. الخط الازرق ده معمول بمين؟ معمول بالريبوزوم والكروماتين، ولكن مش باين منه اصلا ايه، النيوكليير ميمبرين. بس بقول لك هو ده النيوكليير ميمبرين. عرفت منين؟ لانه دولت اكيد مش ماشيين لوحدهم، دول ماشيين على مين؟ على النيوكليير ميمبرين. صعبه؟ حد عنده اي مشكله؟ طيب هل النيوكليير ميمبرين متصل كده؟ قال لك لا. امال لما زومت اكتر لقيت ان النيوكليير ميمبرين يا دكاتره متقطع بهذه الطريقه. ازاي؟ انت بتهزر؟ اه والله زي ما بقول لك بالظبط كده. لما ركزت اكتر اكتشفت ان النيوكليير ميمبرين متقطع، والفراغات اللي فيه دي بنسميها نيوكليير بورز. اسمها ايه بقى؟ نيوكليير بورز. صعب الكلام ده كده؟ طب ليه يا دكتور؟ قال لك عشان لو عايز تدخل حاجه من النيوكليوس للخليه تدخلها، لو عايز حاجه تدخل من الخليه للنيوكليوس تدخلها. يبقى مين اللي مسؤول ان هو يتحكم في النقل ما بين النيوكليوس والسيتوبلازم؟ النيوكليير بورز. وطبعا هي مش مكانه من غير بواب كده، لا، هي بيكون عليها بوابه من بره رفنوعه كده. البوابه ديت بنسميها ديافرام، كلمه ديافرام يعني بوابه رفنوعه كده، واخد بالك؟ حد عنده اي مشكله؟ ايه؟ عيد تاني؟ لا تمام كده؟ صعب الدنيا ولا سهله؟ لذيذه؟ يبقى نيوكليير ميمبرين بيتكون من 2، اوتر نيوكليير ميمبرين وانر ايه؟ نيوكليير ميمبرين، وما بينهم سبيس اسمه نيوكليير ايه؟ او بير نيوكليير سبيس. النيوكليير ميمبرين متصل ولا متقطع؟ متقطع. في حاجه اسمها نيوكليير ايه؟ بورز. دي المسؤول عن ايه؟ عارفين جه في امتحان فاينل بتاع دفعه 50 اللي هي قبل منكم بسنتين، كان ذكي قوي في السؤال، قال لهم ذا ريجون المنطقه ويتش ايه؟ قال لك ويتش النيوكليير ميمبرينز جوين. ازاي يعني؟ يعني الانر والاوتر اتحدوا مع بعض، بيتحدوا فين؟ عند النيوكليير بول. طب ليه يا دكتور؟ لان الاوتر دايما سيبريتد عن الانر عن طريق ايه؟ السبيس. جمله مسكوا في بعض فين؟ عند النيوكليير بول. شفت بقى هنا بيلعب في بالالفاظ ازاي؟ يعني قال لك ايه، المنطقه اللي فيها الاوتر بقى كونتينوس مع مين؟ مع الانر عند النيوكليير بول. انما باقي الممبرين كله الاثنين منفصلين عن بعض ولا لا؟ الاثنين منفصلين عن بعض. صعبه؟ حد عنده اي مشكله؟ تمام. الاوتر ممبرين لونه ازرق لان هو محطوط عليه ايه؟
رايبوزومز، وبيكون كونتينوس مع مين؟ مع الار اي ار. الانر ميمبرين لونه ازرق لانه محطوط عليه ايه؟ كروماتين. صعب الكلام ده؟ حد عنده اي مشكله؟ طيب تيجي نبص مع بعض سوا. تعال نبص مع بعض سوا، بيقرا الكلام بقى. عشان كده بقول لكم دايما هيستولوجي من غير قلم وصبوره ورسم و3 دي تحس الدنيا معقده. قال لك تعالى النيوكليير ميمبرين تعريفه يا دكتوره، قال لك هو عباره عن ميمبرين سراوند النيوكليوس. لما تيجي تبص عليه بصبغه الاتش ان دي، بص الهيماتوكسين دي القاعده واليوسين ده الحمض، اختصارها اتش ان دي، هيماتوكسين اند يوسين، تمام. لما تبص عليه بيقول لك دارك بلو ايه لاين. ليه بقى؟ قال لك بسبب الكروماتين على الانر سيرفيس والرايبوسومات عليه على الاوتر سيرفيس. لكن هو بنفسه بيبان؟ لا. لما جيت بالالكتروميكروسكوب لقيته عباره عن تو بارلل ايه ميمبرين، انر وي واوتر، كل واحد منهم سمكه 7 نانو شبه السيل ميمبرين، بيفصل ما بينهم حاجه اسمها بيري نيوكليير ايه سبيس، اللي هو سيبريت ما بين مين؟ الانر والاوتر. في حاجه اسمها نيوكليير ايه بورز، فاوندد فين؟ في النيوكليير ايه انفلوب، يعني فتحات. وظيفتها اللاو الباسج، تسمح بالمرور اوف سام ماتيريال، بعض المواد زي الار ان ايه مثلا او غيره، ما بين السيتوبلازم والنيوكليوس. الاوتر نيوكليير برين ده ناحيه السيتوبلازم استادد ويز ايه رايبوزوم، يعني مرصع بالايه رايبوزومات، وكونتينوس مع مين؟ مع الاريا. والانر ميمبرين بيبقى ناحيه النيوكليوس جوه، بيحتوي على دارك فاين جرانيول اسمها الايه الكروماتين. كلمه دارك فاين جرانيول يعني نقاط كده بتبقى رفيعه شويه وغامقه، اللي هو الكروماتين من الاخر. يبقى اذا هتنسى كل ده وركز على كلمه ايه كروماتين. صعبه دي ولا سهله؟ بص كده، بص على شكله، شايف باين دارك بلو ايه لاين صح؟ زوم كده شويه، هل انت شايف الخط الاسود بتاع النيوكليير ميمبرين؟ لا، انت شايف ايه؟ ازرق بس صح. تعالوا كده، ده بسبب مين؟ الريبوسومات بره والكروماتين ايه والكروماتين جوه. صعب الكلام ده كده يا شباب. ادي النيوكليير بور اللي بنقول عليه اهو، ده الالكتروميكروسكوب، ادي الانر وادي الاوتر وادي الايه النيوكليير بور. طب تعالوا اوريك صوره ثانيه اهو، ده اوتر ولا انر؟ او عرفت منين؟ من الرايبوزومات، وبيكمل مع مين؟ مع الار اي ار. وده مين؟ الانر. ادي الكروماتين اللي هي النقط الايه السوداء اللي جوه دي. صعبه دي ولا سهله؟ حد عنده اي مشكله؟ خلص النيوكليير ايه ميمبرين. بعد ما خلصنا النيوكليير ميمبرين نرفع بقى كده تاني، نخش على عليه الدهون. ايه هو بقى؟ قال لك يا دكتور اسمه كروماتين. ايه ار اي ار، ار اي ار كتير. انا بص الاختصارات دي معترف عليها، سموث اندوبلازميك ريتيكولم اس اي ار. اسمع بس الفيديو بتاع الاورجانيلز اللي انا منزله وهتفهم الكلام ده، تمام. حد عنده مشكله دلوقتي؟ سهله الاستورج ولا حلوه؟ حلو. بص ما دي الفكره، يعني حاول تحضر وتركز معايا على السبوره، لانك بص لف الدنيا كلها، لف طنطا كامله، مش هتلاقي حد عنده القدره انه يشرح الاستورج بالورقه والقلم زيي، كله بيقرا من البتاع. ليه؟ لان دي بتبقى الحمد لله ده علم من ربنا، ربنا ايه ربنا صلى الله عليه يزيدنا فيها. ركز بقى في اللي جاي، فانت ركز معايا حصه وخد حقك وزياده، ركز بقى. تعالى بقى عليه على الكروماتين. يا دكتور الكروماتين بيتكون ازاي؟ قال لك تعالى هقول لك. بص الكروماتين او الماده الصبغيه هو عباره عن مكونين، عباره عن دي ان ايه زائد بروتين. الكروماتين عباره عن ايه؟ دي ان ايه زائد بروتين. ازاي؟ مش انت حضرتك عندك شريط اهو من الدي ان ايه، ادي شريط الدي ان ايه بتاعه، شايفينه كده؟ ده شريط الدي ان ايه بتاعه. الشريط ده بيكون ملفوف حوالين كوره، كوره من البروتين. عارفين حته لحمه كوره كده؟ كان حته لحمه؟ ملفوف حوالين كوره من البروتين بالشكل ده. ده بقى بنسميه كده على بعضه اسم كروماتين. يبقى الكروماتين اول سؤال بيجي في الامتحان، دي ان ايه زائد بروتين ولا ار ان ايه زائد بروتين ولا دي ان ايه زائد ار ان ايه ولا اول اوف ذا اباف؟ لا، دي ان ايه زائد ايه بروتين. صعب الكلام ده؟ شريط كامل من دي ان ايه بيتلف حوالين البروتين. البروتين ده بقى اسمه ايه؟ قال لك اسمه هيستون. اسمه تاني؟ هيستون. البروتين اسمه ايه؟ يبقى تركيب الكروماتين هو عباره عن دي ان ايه زائد ايه زائد هيستون. صعب الكلام ده؟ حد عنده مشكله؟ تمام، ركز معايا. انا بقى عندي نوعين من الكروماتين، عندي كام نوع من الكروماتين؟ نوعين. ركز بقى معايا، اول نوع ركز كده عامل كده، تمام. لا سوري، لا بس. وتاني نوع عامل كده،
يعني من الاخر كده نوع ايه؟ نوع متكوم على بعضه، متجمع على بعضه، كوندنسد مكثف، ونوع تاني اكستندد ايه؟ مفرود. حلو كده؟ الاول مين اللي اللون الازرق باين فيه اكتر؟ الكوندنسد ولا الاكستندد؟ يبقى الكوندنسد دارك بلو صح؟ يعني ازرق غامق. انما ده ايه؟ لا لايت بلو ده فاتح، بيل، بيل يعني باهت. عارف انت لما تقول اللون ده لونه باهت كده مش 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 حلو؟ تعرف يعني كلمه باهت؟ حلو، فباهت اهو. يبقى اذا الاكستندد بيبقى لونه ايه؟ بيل، بيل يعني ايه؟ فاتح. انما ده بيبقى لونه ايه؟ دارك، الاثنين بلو، صعب كده؟ طب الاول ايه اهميتهم؟ افهمك بقى. شفتوا زمان الشرايط بتاعت زمان اللي هي بتاعت الموسيقى؟ تلاقي والدك في عز ما كان شبح زمان بقى كان يجيب المسجل كده ويحط فيه الشريط ويشغل بقى الاغاني ويمشوا ماسكين المسجل كده، دي كانت شبحانه زمان صح؟ ركز معايا. الشريط ده بيبقى عباره عن شريط طويل كده وهو عمال يتلف. ايه اللي بيحصل؟ ان المسجل بينسخ منه الايه؟ الاغنيه. نفس الشيء الكروماتين هو الماده الوراثيه، ويبقى وظيفته ان احنا بنفرده وننسخ منه الجينات بتاعتك صح؟ فدلوقتي لو انا جبت لك شريط ومفروض كده وقعدت انت تلفه عشان تعمل شريط، الموضوع ده صعب ولا سهل؟ سهل. طب مسكت انا الشريط وعملت لك كده على بعض، قلت لك يلا افرده لي، هتعرف صح؟ عشان كده دايما الكوندنسد الجسم يجي ينسخ منه، اولك فين اخرك فين يخرب بيتك يجي رميه ويخش على المفروض الايه؟ الجاهز. عشان كده ده اللي سهل انسخ منه الجينات، انما ده ايه؟ صعب صح كده؟ فبالتالي ده ان اكتف. يعني ايه كلمه ان اكتف؟ الله يرضى عليك، ان اكتف يعني غير نشط، انما ده بيكون ايه؟ اكتف. اكتف يعني يعني نشط. صعبه دي، فيها اي مشكله؟ تمام. ده بنسميه كوندنسد كروماتين، او الاسم الثاني بتاعه هيتيرو كروماتين. اسمه ثاني بقى هيتيرو كروماتين. يبقى ده كوندنسد او اسمه ايه؟ هيتيرو كروماتين. انما ده اكستندد مفروض، او بنسميه ايو كروماتين. اسمه ثاني بقى ايو كروماتين. يبقى اذا الكوندنسد الغامق اسمه ايه؟ هيتيرو كروماتين. انما ده اسمه ايه؟ ايو كروماتين. صعب الكلام ده؟ حد عنده اي مشكله؟ تمام تمام. طب تفتكر بذكاء الخليه تسيب منهم اكتر نوع في الخليه، يعني الخليه في النواه تخلي منه انه اكتر نوع، الاكستندد ولا الكوندنسد؟ لا الكوندنس. ليه بقى؟ لان الاكستندد لو موجود طول الوقت اي حد عايز ينسخ اي حاجه بينسخ، تيجي خليه سرطانيه تاخد لك تنسخها، تيجي مش عارف ايه، وبالتالي دايما بخلي الكوندنسد موجود اكتر من ايه؟ من الاكستندد، عشان خاطر ما تفضلش ليه الماده الوراثيه فعاله طول الوقت فلا قدر الله تسبب لك كانسر. شوف بقى رحمه ربنا. طب حلو. طب الاكستندد بقى بيتوزع، قصدي اللي هو سوري الكوندنس بيتوزع في الخليه ازاي؟ ركز بقى معايا. اول نوع منه بيكون موجود على الانر نيوكليير ميمبرين. موجود فين؟ على الانر نيوكليير. دي انواع مين؟ دي الكوندنسد بقى اللي هو الهيتير. اول مكان موجود فيه مكانه فين؟ على الانر نيوكليير ميمبرين. بنسميه ايه ده يا دكتور؟ قال لك ده هنسميه بريفرال كروماتين. اسمه تاني؟ يبقى اول مكان مكانه فين؟ على الانر نيوكليير ميمبرين في الجوانب، اسمه ايه؟ بريفرال كروماتين. النوع الثاني بص لقيته لوحده كده متجمع وعامل كتله لوحده كده، فالعلماء وهم بيركزوا حس كده يقول لك تحس كانه جزيره جوه ميه صح؟ كانه جزيره جوه ميه صح؟ فقال لك خلاص هنسميه ايه؟ هنسميه ايلاند اوف كروماتين، يعني جزيره الايه؟ الكروماتين. اسمه ده بقى ايلاند اوف كروماتين. طب مش اتفقنا ان جوه النواه في حاجه اسمها نيوكليولس يا اولاد؟ نويه. قال لك هنلاقي نوع من الكروماتين ملفوف حوالين النيوكليولس كده ماسك في النيوكليولس، فقال لك خلاص هنسميه الكروماتين اللي ماسك في مين؟ في النيوكليولس باسمها. فقال لك هنسميه او ركز على الاسم بتاعه نيوكليولس اسوشيتد، كلمه اسوشيتد يعني متعلق بيه او ماسك فيه كروماتين. يبقى اذا الكوندنسد كروماتين حسب المكان كم نوع؟ ثلاثه، يا بريفرال على الانر ميمبرين، يا ايلاند يعني جزء لوحده، يا اسوشيتد للنيوكليولس ده جزء لوحده. صعبه دي، حد عنده مشكله؟ طب انت عمال تتكلم باللون الازرق الازرق الازرق، طب ده باللايت ميكروسكوب، بالالكترون ميكروسكوب، الالكترون ميكروسكوب بيبان لك ابيض واسود صح؟ فطبيعي لما اجي اقول لك ان ده هيبان لك دارك
جرانيول يعني لونه اسود، ما طبيعي. وده هيبان لك فاين رفيع، ما ده برضه ايه؟ طبيعي. صعب ولا سهله؟ حد عنده مشكله؟ فبقول لك هنا ان الاكستندد هيبان لك تحت الالكتروميكروسكوب عايز خيوط رفيعه، فاين ثريد، خيوط رفيعه. انما ده هيبان ايه؟ هيبان على هيئه بطش كده. يعني ايه كلمه بطش؟ نقط سودا كبيره كده. وصلت؟ الكوندنس بيبان على هيئه نقط كبيره سودا، انما الاكستندد خيوط ايه؟ رفيعه. صعب الكروماتين ولا سهل؟ اتفهم؟ تعال نقرا بقى الكلام بتاعه. تعال نقرا الكلام بتاعه. بص معايا هنا، قال لك ان الكروماتين يا دكتور بيتكون من شريط او من الدي ان ايه مع بيزك بروتين اسمه ايه؟ هيستون. في منك نوعين، اكستندد اللي هو الايو كروماتين، وكوندنس اللي هو الايه؟ الايترو كروماتين. الاكستندد هو الايه؟ الاكتف. انما ده ايه؟ ان اكتف. باللايت ميكروسكوب بيبان، ركز على كلمه واحده، ابير ايه؟ بيل. ابير ايه؟ بيل. صعب الكلام ده؟ انما في هنا باللايت ميكروسكوب هيبان لك ايه؟ بلو. بلو يعني دارك بلو، غامق قوي. بلو بيزوفيليك يعني لونه غامق. صعبه دي كده؟ تمام؟ حلو قوي. طب هسالك سؤال بقى، النواه النشطه جدا اللي شغاله باستمرار، مين يكون فيها اكتر؟ الاكستندد ولا الكوندنسد؟ لا الاكستندد. لا بص انا بكلمكم النواه بشكل عام، الكوندنسد اكتر. لكن اول ما تشتغل مين المفروض يكون اكتر؟ الاكستندد عشان تكون بروتين. انما النواه المريحه لازم يكون فيها مين اكتر؟ الكوندنس. عشان كده انا كنت بشرح لك من شويه، كنت بقول لك النواه بشكل عام، لكن اول ما تبدا تشتغل لازم تكتر مين؟ الاكستندد، عشان تكون الماده الايه؟ الوراثيه، وتنتج الايه؟ البروتينات. تمام. فهنا الراجل ده بيقول لك ايه؟ النيوكليوس اللي بيكون عندها كميه كبيره من الايوكروماتين دي النيوكليوس الاكتف. تمام. طب تعالى بقى بالالكترون ميكروسكوب، قال لك اهي بيبان ايه؟ فاين ثريد. يعني ايه كلمه فاين ثريد؟ خيوط رفيعه. طب تعالى بالالكترون ميكروسكوب بنى عليها ايه؟ بلاك الكترون دنس ماتيريال، بلاك ماتيريال يعني نقط ايه؟ سود. طب تعال الهيتيروكروماتين والايوكروماتين، وظيفه الايوكروماتين ان هو بيعمل ايه؟ كنترول الايه؟ البروتين. مش ده اللي بيتحكم في تكوين البروتين؟ لان ده الاكتف. طب تعالى على الهيتيرو، داز نوت ايه؟ كنترول، ما ده ان اكتف. طب بقى انواع الهيتيرو بقى، انواع الكوندنس ده، بريفرال كروماتين موجود على الانر سيرفس عليه النيوكليير ميمبرين، ايلاند اوف كروماتين دي سكاتر متنطوره لوحدها في حتت لوحدها، سكاتر يعني متنطوره متنثره. طيب النيوكليولس اسوشيتد كروماتين ده ماسك في مين؟ في النيوكليولس. دي صوره ايه؟ خليك تتخيل، شايف ادي شريط الدي ان ايه شايفه بيلف حوالين ايه؟ الهيستون. تعال اوريك صوره ثانيه اوضح، اهو ادي شريط الدي ان ايه بتلف حوالين ايه؟ الهيستون بالشكل ده. فتقوم تعمل الماده بتاعتك اللي بنسميها ايه؟ الكروماتين، اللي بتعمل لك في الاخر مين؟ الكروموسوم. صعبه دي ولا سهله؟ ادي صوره ثانيه ايه؟ ده الاكستندد شايفينه، وده الايه؟ الكوندنس. ده سهل، انت عارف دي وراها دي وراها دي وهكذا، انما قول لي دي وراها مين؟ كله داخل في بعضه فما تعرفش. فبالتالي ده الان اكتف، انما ده الايه؟ الاكتف. ده يبان رفيع خط، انما ده يبان ايه؟ تخين. صعب الكلام ده؟ حد عنده مشكله؟ كده اكون انا خلصت مين؟ اكون انا كده خلصت الجزء بتاع الايه؟ بتاع النيوكليير كروماتين. نخش على العلاقه الدور بعد كده اللي بنسميها ايه؟ النويه او النيوكليولس. اسمها ايه تاني بقى؟ نويه يا دكاتره او ايه؟ او نيوكليولس. وركز في اللي جاي. الواحد بيبقى فاصل، ركزوا معايا هنا. انا هاجي في منطقه النويه ديت وهزوم عليها عندي بالموبايل هنا شويه عشان اللي بيبقى بيتفرج يبقى شايف كويس. تحيا السامسونج والله يا اخوان. بص معانا بقى، دي النيوكليولس اهي. النيوكليولس بتتكون من ايه؟ ركز في اللي جاي. مما تتكون النيوكليولس؟ قال لك تعالى هفهمك. جيت من جوه وركز في حته جايبها عليك. لقيت من جوه كده دواير، الدواير اللي جوه ديت، ركز في اللي جاي دي بالله عليك. لونها باهي، ركز كده معايا. يعني في من جوه ايه؟ دواير اهي. الدواير ديت لونها ايه؟ باهت شويه. يعني ايه باهت؟ يعني مش غامق، لونها فاتح. حلو كده؟ فكيف الدواير لونها ايه؟ فاتح باهت. الدواير دي يا دكتور ركز في اللي جاي عشان ده مهم، انا دلوقتي هتكلم بالالكترون ميكروسكوب وهرجع اتكلم باللايت ميكروسكوب.
بس قبل ما اشرحها برضو ركز معايا، النيوكليولس تبقى موجوده جوه النواه، جوه النيوكليس، وبعض الخلايا النشطه اللي عندها نواه نشطه ممكن يبقى عندك اكتر من نيوكليولس في اكتر في النواه واحده، يعني ممكن تبقى نواه واحده بس فيها اكتر من ايه، من نيوكليولس، وحجمها بيكبر مع الخليه النشطه ايه اكتر، زي خلايا الكبد مثلا اللي هو الهيباتوسايتس او غيره او البنكرياس. نقطه ثانيه، النيوكليولس دي يا دكاتره وقت انقسام الخليه تختفي. تاني، النيوكليولس ايه؟ وقت انقسام الخليه ايه؟ الغوا رحلتي انا مش جاي معاكم. وبعد ما الخليه تنقسم ترجع ايه؟ تاني. عشان كده لما يجي لك في ترو فولس في الصح والخطا، لما اجي اقول لك ان النيوكليولس بتنقسم، الكلام ده صح ولا غلط؟ تنقسم النيوكليولس؟ لا، هي بتختفي اصلا ايه؟ وقت الانقسام وترجع فتره الايه؟ الراحه. النيوكليولس بيبقى لونها بيزوفيليك زرقاء، مش يعني كروماتين، بيبقى لونها ايه؟ بيزوفيليك زرقاء عاديه، دي فيها اي مشكله؟ تمام. ركز بقى في اللي جاي، تكوينها تحت الالكترون ميكروسكوب لقيت مناطق مدوره كده، المناطق دي لونها باهت، لونها بيل، لونها ايه؟ بيل، ولون واحد، كلها نفس اللون، يعني مثلا مش لون ازرق مع لون احمر مع لون اخضر، لا هي كلها لون احمر فاتح باهت تماما، بيل. تمام. دي بقى بنسميها ايه؟ قال لك يا دكتور بنسميها بارس امورفا. اسمها تاني؟ بارس امورفا. يبقى لما اجي ابص جوه النيوكليوس هلاقي نيوكليولس جوه، ابص جوه النيوكليولس هلاقي فيه دوائر لونها باهت، كلمه باهت يعني ايه؟ فاتح، ونفس اللون هيموجينس، نفس اللون، كلمه هيموجينس يعني متجانس، نفس اللون. حلو. اسمها ايه؟ بارس امورفا. اسمها تاني؟ بارس امورفا. صعب الكلام ده. البارس امورفا دي عباره عن ايه؟ قال لك طلعت عباره عن كروموسومات اصلا، ده طلعت التب بتاعت الكروموسومات، طلعت الحاجات اللي بتكون الكروموسومات عباره عن كروموسومات. مين هي بقى؟ اعرف معايا الترتيب ده بس لنفسك، لانه ساعات بيسال فيه وساعات لا. دي بتاعت الكروموسومات 13 و14 و15 و21 و22، عشان انا في جسمي، عشان انا في جسمي فيه 46 كروموسوم صح؟ الكروموسوم رقم 13 و14 و15 و21 و22 التب بتاعتهم، النهايه بتاعتهم هي اللي بتعمل لك البارس ايه؟ امور. صعب الكلام ده؟ طب يا دكتور البارس امور دي وظيفتها ايه؟ قال لك وظيفتها ان هي بتصنع الدي ان ايه. طب ثانيه واحده، هو الدي ان ايه مش كان عباره عن شريط مزدوج؟ الشريط المفرد اسمه ايه؟ ار ان ايه. فهي بقى هتصنع الار ان ايه اللي يتعمل منه الايه؟ الدي ان ايه. طب عرفت ازاي؟ لقيت يا دكتور حوالين منها خطوط رفيعه بالشكل ده. هو مين الخيوط اصلا؟ الار ان ايه. فلقيت حواليها خيوط، الخيوط دي هي مين؟ الار ان ايه. الخيوط دي هنسميها ايه؟ قال لك هنسميها بارس، خيط يعني فايبر، بارس فايبروزا. اسمها ايه تاني بقى؟ بارس فايبروز. يبقى اول حاجه مناطق مدوره لونها احمر باهت وفاتح، اسمها بارس ايه؟ امورفا. ماشي. من الكروموسومات 13 14 15 21 و22، وظيفتها ان هي بتصنع الايه؟ الار ان ايه. صح. فلقيت الار ان ايه حواليها عليه ايه؟ خيوط. الخيوط دي اسمها بارس ايه؟ فايبروز. اسمها تاني بقى؟ بارس فايبروز. اجي اسالك ايه هي البارس فايبروز، هتقوم تقول لي دي عباره عن ايه؟ ار ان ايه اللي اتصنعت فين؟ في البارس امور. الخيوط دي تتجمع مع بعض وتعمل لك كتل. ركز على الحته جايبل عليك، تعمل لك كتل بالشكل ده. الله، الكترون دنس جرانيولز، كتل سودا بالشكل ده يا دكتور. هو ايه الحبيبات السودا دي بقى؟ قال لك دي محببه، دي هنسميها بارس جرانيولوزا. اسمها تاني بقى؟ بارس جرانيولوز. يبقى بعد الفايبر في نقط، في حبوب اسمها بارس ايه؟ جرانيولوز. دكتور ايه الحبوب دي؟ دي الريبوسومات. الله، يعني دي الريبوسومات بره؟ اه. يبقى اذا شوف كل ما نتعمق بفهم اكتر. يبقى الريبوزوم اتصنع جوه النيوكليولس وطلع على النيوكلير ميمبرين بره عشان يروح لمين؟ للار اي ار والخليه. صعبه؟ حد عنده اي مشكله؟ صعبه ولا سهله؟ تمام؟ تيجي نبص على الكلام مع بعض سوا؟ تعال نبص على الكلام مع بعض سوا. بسم الله. ايه؟ النيوكليوس. لكن النيوكليولس لا. ثانية واحدة كده. ادي النيوكليوس قدامنا، تعال نقرا الكلام. أول حاجة قال لك اوبزيرف، تلاحظ أو بتشوفها. أه سوري. أه طيب الزوم تمام. أهو
observed او بتلاحظ. بتلاحظها امتى؟ قال لك في مرحله الانترفيس. انترفيس هو مرحله الراحه. وديسابير ديورنج ليه؟ سيل ديفيجن. عارف ايه يا جماعه؟ انا معاكم وقت الهزار بس وقت المذاكره لا، يعني وقت الشغل لا، بس انا معاكم وقت المرقعه. حلو. طب تعال، تتكون من ايه؟ دي ان ايه وار ان ايه وبروتينات جوه. طب تعال بقى، لما تيجي تبص على الهيماتوكسين والايوسين، ايه هو الهيماتوكسين والايوسين؟ الصبغه بتاعتك اللي هو الاتش ان دي. الهيماتوكسين دي القاعده والايوسين ده ليه؟ الحمض. قال لك بتبان لونها ايه؟ بيزوفيل وراوندد مدوره. ماشي. في بعض الخلايا ممكن يبقى عندك ايه مور ذان 1 ايه نيوكليولس، مش قلنا الكلام ده؟ ويبقى حجمها كبير ويل ديفلوب في خلايا الاكتيف. حلو كده، زي خلايا البنكرياس او الهيباتيك او غيره. تعالى بقى بالالكتروميكروسكوب كون من حاجه. اول حاجه بارس امورفا راوندد بال ايه اريا، تتكون من مناطق من الدي ان ايه اللي هم 13 14 15 21 وايه 22. وظيفتك ايه؟ قال لك وظيفتي ان انا بصنع ريسبونسبل فور فورميشن اوف الار ار ان اي. ار ار ان اي اللي هو الريبوسومال ار ان اي اللي هو الحمض النووي الريبوسوم. اكيد سمعت عن حاجه اسمها الحمض النووي الناقل والحمض النووي الرسول والحمض النووي الريبوسومي، تي ار ان اي ام ار ان اي ار ار ان اي. ما خدتوش الكلام ده قبل كده؟ تمام. اختلاف مدارس يعني. المهم ده الحمض النووي الريبوسوم. تعالى البارس فايبروزا، قال لك دي عباره عن فاين الكترون دنس فيلمنت، خيوط فايبر معموله من مين؟ من يونيفورم ايه ار ان اي، صح؟ طب البارس جرانيولوزا، قال لك ده عباره عن الكترون دنس جرانيولز. طب الجرانيولز ديت بقى معموله من ايه؟ قال لك دي فورميشن اوف الايه ريبوسوم سب يونت، وحدات الايه الريبوزوم. صعب كده. طب وظيفتك يا نيوكليولس تعمل ايه؟ قالت لك اكون الايه الريبوزوم اللي بيعمل لك البروتين سينس. صعبه. تخيل بقى لو جيت قريت لك كده من غير ما افهمك او من غير ما اوريك ايه 3 دي، مستحيل تفهم. دلوقتي انت لو روحت وعملت نفسك عامله كده على الورقه تبقى برنس، مش بعيد السنه الجايه تشرح لزمالك الايه الهيستولوجي. تمام كده. طب تعالى بقى في اللي جاي، اخر حاجه هناخدها وهريحه بقى، يعني اخر حاجه هناخدها وريحه. حلو كده. اسمها ايه بقى؟ قال لك اسمها النيوكليو بلازم. اسمها بقى النيوكليو بلازم. دكتور ايه هي النيوكليو بلازم؟ اول تعالى يا حبيبي افهمك. انا بص هنا في 3 دي، بسم الله الرحمن الرحيم. هو انا قفلت الابلكيشن ولا ايه؟ بص يا ولاد، ده اللي بنسميه النيوكليو بلازم او نيوكليير سات. وركزوا معايا، دي عباره عن ميه موجوده جوه النواه، اي ميه قدامك اهي جوه النواه. وظيفتها ايه؟ الكروموسومات دي لما تيجي تتحرك، الريبوسومات لما تتحرك، النيوكليولس لما تيجي تتحرك، كل دولت لما يجوا يتحركوا هيتحركوا فين؟ في الوسط ده. فده الوسط اللي فيه الحاجه بتتحرك. وصلت لكم؟ صعبه دي ولا سهله؟ زي بالظبط مثلا كده عندك بحيره وعندك بحر متوصلين ببعض، فلازم يكون في ميه في النص عشان السمك يعدي من هنا ايه يروح هنا، ومن هنا يعدي يروح هنا. فالنيوكليور لازم او النيوكليير ماتريكس هي الميه اللي موجوده هنا، ده الوسط اللي جوه منه النيوكلياس بقى، واللي عايم فيه اللي هو الكروماتين زي ما انت شايف قدامك، واللي عايم فيه الريبوسومات زي ما انت شايف قدامك، والحاجات دي كلها. تمام. هل عشان كده بقى بص هنا بيقول لك ايه بقى؟ بيجي يقول لحضرتك ان هو عباره عن سيمي فلويد كولويدال سوليوشن، محلول غروي معلق. مش فاهم حاجه. ايه محلول غروي دي؟ يعني سائل لزج. طب ليه يا دكتور سائل لزج؟ ما هو بص كده فكر معايا بالراحه، هات كوبايه سحلب لزجه كده، عارفين السحلب لزج، وهات كوبايه ميه وجرب تحط شويه مكسرات على السحلب وشويه مكسرات على الميه. المكسرات اللي على الميه هتنزل فين؟ في القاع، تقع تحت. انما السحلب ايه؟ هيفضل شايلها. فبالتالي عشان تفضل المكونات دي طافيه جوه النواه لازم يكون السائل بتاع النواه ماله لزج عشان ما تقعش ايه كلها. حلو قوي. ده بقى فيل السبيس، ده اللي بيبنى ايه السبيس ما بين بقى الكروماتين والنيوكليولس، ده اللي بيبنى الفراغات كلها. وظيفته ايه بقى يا دكتور؟ قال لك ده الميديم، ده الايه ده الوسط اللي عن طريق الريبوزوم والام ار ان اي والتي ار ان اي والميتابولايت اللي هو النواتج الاخراج والايونات واي حاجه تقدر تتحرك ناحيه النيوكليير بول. ده الايه الوسط اللي انا بتحرك فيه. بيتكون من ايه؟ مش عليك، بس هو عامه عباره عن بروتينات وانزيمات، لكن الكلام ده ايه مش مهم بالنسبه لك. يعني تكوينه ان هو عباره عن مجموعه من الانزيمات والبروتينات، مش حاجه اسالك في الامتحان. مش هتلاقيني مثلا كده تعالى يا ابني واذنقك في لجنه الاورال بتاعت السلام واقول لك تعالى يا حبيبي بيتكون من ايه؟ مفيش الكلام ده. اسال ورقه الشفوي لا بيتكون من ايه؟ مفيش الكلام ده. مش هيجي لك في الفاينل ويقول لك سواء كده في طنطا او في السلام يقول لك ايه النيوكليو بلازم بيتكون من ايه؟ مفيش الكلام ده. تمام كده؟ حد عنده مشكله؟ صعب الكلام ده ولا سهل؟ كده احنا خلصنا للنيوكليولس اللي هي تعتبر واحده من اصعب الحاجات اللي موجوده في السيتولوجي كله كان. صعب الكلام ده؟ كده يبقى فاضل لنا سيل ديفيجن
انا هسجلها كمان شويه عشان هرفعه كله فيديو ايه واحد على بعض. تمام كده؟ حد عنده استفسار؟ لذيذه الهيستولوجي ولا ايه الدنيا؟ تمام. بالمناسبه الناس اللي ما سمعتش فيديوهات قبل كده وفهمت دلوقتي دي حاجه تتحسب لي، لان المفروض اصلا مترتبين على بعض، بس كون انك فهمت دلوقتي وما سمعتش فيديوهات قبل كده دي حاجه تتحسب لي. اللي سمع بقى الفيديوهات زمان دلوقتي قاعد متمزق، انا دماغ جامده، انا هروح اشرح لزمايلي. تمام، بالتوفيق يا شباب.